من ناحية أخرى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشير الخير والأسمرات وأهالينا، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية. أنا بس ليا توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأسمرات وأهالينا وكده، المحافظين اللي عندهم الأراضي دي، المساكن دي يا دكتور مصطفى، انتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانة وعشان كده، وانا بقول لكم عشان ما حدش يعني يبقى، وبسمى حتى مواطنين اللي موجودين في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو ايجار قد الرقم ده 5-6 مرات. انا بقول كلام لا صحيح، يعني انا عايز اقول لكم، انا بقول كده ليه، انتوا المحافظه اللي في نطاقها مساكن بالطريقه دي، من فضلكم دكتور مصطفى احنا لازم نعمل صندوق لصيانه هذه المباني، والمباني الفلوس دي ما حدش يقرب لها، يعني ليها مصاريف محدده يعني، فهي عشان ايه؟ النهارده العماره شكلها كده وكويسه، طب بعد شهرين ثلاثه اربعه الاسانسير اللي فيها احتاج حاجه، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده، وبالتالي لازم يكون للمناطق ديت، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون لها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني، الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزاره الثقافه، وزاره الشباب، وزاره التضامن، المحافظه، وزاره الداخليه، القوات المسلحه، الجمعيات الاهليه، من فضلكم احنا عملنا خطوه، لكن في خطوات تانيه. خطوات تانيه ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات.